يلا يا ام محمد. ام محمد الو، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك يا دكتور؟ الله يسترك، جزاك الله كل خير. يا اللهم امين واياكي، ربنا يشفيك ويعافيك يا رب. امين يا حبيبتي. بعد اذن حضرتك في سؤال. اتفضلي. دلوقتي كان في مشكله ما بيني وما بين جوزي وبنتخانق في حاجه، لقيته مره واحده راح قايم بتتخانقوا ها؟ بتتخانقوا في حاجه ها؟ يعني هو لقيته حلف بالطلاق، لقيته بيقول طب ما والله عليا الطلاق بالثلاثه، ما فيش شغل، ما انتش معتبه الشغل تاني. فجأة كده؟ فجأة، حتى والدته كانت قاعدة، يعني احنا كنا لا يعني ما يعني طلعت في دماغه كده ازاي؟ يعني جات مناسبته وبتحكي له على واحدة صاحبتك وابنها عمل، ولا الراجل بتاعها وصلكم بالعربية، ولا عاملة جمعية، ولا لا 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 امال ايه اللي حطاق في دماغه ما انت رايحه الشغل تاني؟ ما اعرفش انا. لا ما تعرفيش ازاي بقى؟ امال انا اللي هدجل؟ لا والله، لا والله لا. قولي لي المناسبة وانا عارفها. انا ما انت مش عارفة، قولي لي المناسبة ايه؟ احنا هو كان ساعتها كنا بنتخانق وكان في مشكلة وكان يعني هو بالظبط يعني في مشكلة، فراح ملزقها للشغل من باب انه عايز يهوى عن نفسه. طب بقول لك ايه والشغل كمان ما تشرحها. فانا دلوقتي اما حلف بالطلاق، فدلوقتي بعد ما هدي وبعد ما بقى كويس بعد شهر يعني، فانا بكلمه بقول له طب في كفاره يمين، في فديه، في صوم. قال لي صيام ما بصومش، كفاره مش دافع. ده مش عارف حاجه ابدا بقى، ده هو مش عارف حاجه عن الدين نهائي. ها انا ما لا شوف، بقول لك ايه، صيام ما بصومش. ايوه. طب وش عرفه ان فيها صيام؟ بقول له طب يعني انت ايش؟ قال لي انا سالت. وانت كمان هبله، ما انتش عارفه حاجه. انا ما اقدرش ارتكب اي خطا او اعمل اي حاجه. يعني انت كمان هبله زيه وما انتش عارف حاجه في الدين ده نهائي. والله يا جوز. لا مش يا جوز اهو، ما انت ما هو لو كان بقول لك ايه، بقول لك ايه صيام انا ما بصومش، كنت انت لو عارفه ديني قلت له ايه اللي جاب الصيام هنا بس؟ هو احنا عملنا حاجه مع بعضنا في نهار رمضان؟ دي اللي بتجيب الصيام. ما هو بيقول لي الصيام كفاره يمين. مين اللي قال؟ هو اللي بيقول كفاره اليمين بتاع عليها الطلاق. عشان انا حلفت بالطلاق ارجع اليمين تاني، ان اصون ثلاث يرجع اليمين. يرجعه منين؟ من عند البقال ولا منين؟ إيه؟ ما اعرفش يرجعه منين. بس قولي لي هو قال ايه بالحرف الواحد؟ قال عليا الطلاق بالثلاثه، عليا بالاربعين، عليا الطلاق بالاربعين، عشان ترجعي الشغل الصبح يطعم 10 مساكين. جبنا احنا سيره الصيام بقى؟ ما جبناهوش. قال لي لو ده زي يمين والله العظيم، ده زي يمين والله العظيم. قالوا هنعمله كفاره حالف وبتاع، ولو صام ومش قادر يطعم 10 مساكين هيصوم 3 ايام ان شاء الله في 3 اشهر، ان شاء الله كل شهر يوم. بلاش يطعم 10 مساكين، انت راجع الشغل اهو، اقبضي مرتبك وانا مش عايز الصيام، اعمل ايه بالصيام انا؟ طب يعني ده ربنا اول ما قال فكفارته في اليمين اطعام 10 مساكين. ما هو بيقول لي مش هطعم. وانت هتقبضي المرتب اهوت زي الشطره، وهاتي 5 فراخ وعجيني حله بطاطس وحله رز واكلوا بيها 10 ارمله ومعاها 4 وارمله ومعاها 4، خلصنا الحكايه. يعني ينفع انا ارجع الشغل تاني واقبض مرتبي واطعم انا من مرتبي مفيش مشكله؟ ما هو ده ما معاهوش هو. هو معاه، هو حتى لو معاه بيقول ما معيش. لا ما هو بالظبط، دي ورقه تانية هيطلقك تاني على فكره كمان، وهتخانقوا تاني لغايه لما تخربوه. بدم اللي معاه بيقول ما معيش. أيوة. والنرفزه بتؤدي الى ايمان، مش هتنفع حياتنا، هتبقى طول عمرها كده. انت عايزه تتبرعي يا حبيبتي تتبرعي له، يجوز جدا. أيوة. يعني كانك بتقولي له ادي الخمس فراخ اهم، كل واحد هياكله نص فرخه يا دوب تكفيه، هديه. أيوة. مني ليك تكفر بيها. انا قلت له والله يا دكتور انا مستعده اساعدك، انا كان معايا بواقي من المرتب بتاعي. قلت له انا اساعدك معاك او تساعديه وتعملي بالنيابه عنه حبا في سواد عينيه. ما عينيه حلوه اكيد، عينيه حلوه يا بنت. طب يلا يا دكتور بالله عليك. دلوقتي يعني انا بس عايزه اعرف حل، هل انا لو رجعت الشغل حتى لو هطعم مساكين من عندي من مرتبي يجوز تقع؟ مش فارقه، مش فارقه قبل او بعد. لا مفيش فرق، قبل او بعد يجوز قوي قوي قوي. طيب قبل ما تروح الشغل يجوز، بعد ما تروح الشغل يجوز، لكن ما تقعش طالق. احمدي ربنا بس، احمدي ربنا ان ما قالش انت طالق. الحمد لله والشكر لله. يلا الف بركه، شكرا وجزاك الله خير. روحيه، قولي يا روحيه قولي.